لأنك أثبتت إن عندك شيء حقيقي، أو لأن الظروف أثبتت إن عندك شيء حقيقي يختلف، الناس جات لك. وده كان بدايته في دور غزة مثلاً، في فيما أنا عايز أقول لك إنه من قبل غزة. يعني عايز أقول لك إنه ساعة ما بدأ العالم يدرك إنه ببساطة كده التيار الإسلامي ليس هو الحل في المستقبل، ولا في إسهام المنطقة في السلم العالمي أو في التحولات الجارية في العالم، والعالم مقبل على إعادة تنظيم هنتكلم فيها بعدين. لكن ساعة ما أدرك أنه الترتيب اللي كان معمول مع تركيا إعادة فكرة الخلافة والكل اللي بنتكلم فيه ده كله، ساعة ما كان العالم بيدرك بدأ يبقى فيه شفت، تقدر تقولي أنه حتى من قبل غزة بدأ يبقى فيه شفت، وهي دي اللي سهلت قبول السيسي على فكرة. يعني بس الشفت ده كان سببه ان الغرب بالذات، انه اكدت في غزه، ده موضوع تاني، انها في غزه ادركت، ما خلي بالك انه او انه اكتشف ان العدو قادم الى بيته، يعني الداعش ووجود مثلا من قبل غزه، من قبل غزه، يعني طبعاً ان العدو قادم الى بيته، يعني هم لم يشعروا باهميه فصل الدين عن السياسه. لا عشان نتكلم جد، مش لا هو ادركوا ان الوحش اللي هم عملوه بينقلب عليهم. يعني فانت يعني وهو ده جزء من ادراكهم انه كل ما راهنوا عليه، يعني هما ساعات الغرب بيدعوا انه عندهم الحكمه انه لازم يعلمونا، وانا مش شايف ان في نماذج تغرينا قوي بان هنتعلم. انا عاوز اتعلم مما لا يقصد تصديره الينا، كل اللي عاوزين يبعتوه مش عايزه، وانا عايز ادرس عندهم ما اريد ان ادرسه، مش اللي هم عاوزين يدوني. فهم ادركوا ايس، ادركوا غزة كانت مسألة مهمة جدا. يعني أنا كمية الدمار اللي حصلت في غزة كلام غير معقول. في أنا عاوز أقول لك حاجة بأمانة، يعني أنا كنت بعتقد إنه الناس في غزة آخر وقت يصعدوا فيه ده، لأنه ما يقول لي والله حدمر غزة، طب ما دي مش متدمرة والبقى حلب متدمرة. هذا الوقت لا يكفي فيه أن تلفتي الاهتمام إلى القضية الفلسطينية بتدمير غزة. كنت أتمنى أوي لو قدروا في هذه اللحظة. تشعر ان حماس مسؤولة عن جزء كبير من تدمير غزة؟ شوفي، يعني انجرت على اقل تقدير. انا في حاجة عاوز اقول لك حاجة، انا في طفولة ساعات تبقى موجودة في التصرفات. يعني مثلا انا كنت مستعد اقول مصر قدمت مبادرة وكانت ممكن قوي الناس في غزة يقبلوا او يرفضوا، لكن فوجئت بالبيان اللي طلع من غزة انه هذه المبادرة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت عليه. ايه ده؟ طب انت يعني عارف بس إيه؟ بس ده مش مدفوع فقط من حماس، ولكن مدفوع من قطر ومن تركيا، من قطر ومن تركيا ومن كل اللي ممكن. لانه عايز اقول لك هذه ليست طفوله بقى يا استاذ. لا 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 طفوله، لا بالعكس، هقول لك ليه. لانه اهل غزه، قياده غزه، كان ينبغي كتائب القسام او غيرها، كان ينبغي ان تدرك وان ترى انه بالجغرافيا محكوم عليها انها لا علاقه مع مصر.